الحكومة المصرية وهي بتعايد على الأقباط مش بس بشكل يمكن يعني رسمي، لكن بشكل فعلي على أرض الواقع من خلال استمرار لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء في إصدار قرارات جديدة بفتح أو تقنين أوضاع كنائس. إحنا النهاردة قبل بالضبط ساعات قليلة من نهاية العام يوم 29 ديسمبر الماضي أصدرت اللجنة قرار جديد بتقنين أوضاع 62 كنيسة أخرى ليكتمل عدد الكنائس التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها 1800 كنيسة. معانا القمص ميخائيل أنطوان ممثل الكنيسة القبطية بلجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء. نقابل أيدي يا أبونا ميخائيل. سادي إزاي قدسك؟ وكل سنة وقدسك بخير أنت والأسرة. وحضرتك بخير وسعادة يا رب. أبونا ميخائيل، ممكن ترصد لنا القرار الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء كنوع من أنواع المعايدة للأقباط سواء ببداية السنة الجديدة أو بأعياد الميلاد، وهو تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعا لها مؤخرا ليكتمل العدد إلى 1800 كنيسة ومبنى؟ وتسمح لي قبل ما أتكلم في دي أهنيك بجائزة الأكثر تأثيرا لعام 2000، وموافق دائما استفادي. تعيش يا ابونا، مرسي محبه قدسك وشاملنا دايما صلواتك عنا. اشكرك ربنا يكون معك يا رب. اتفضل يا قدس ابونا. تعيش. بص، هو حضرتك القرار اللي صدر يوم 29/12/2020 ده يعتبر القرار رقم 18 في التقديم. ممتاز. طبعا هو 62 كنيسه ومبنى على مستوى جميع الطوائف، ودي حاجه كويسه، ويتملي بنيجي كده في اخر السنه بيبقى ايه في الهديه بتاعه عيد الميلاد بتبقى معانا يعني وكده. جميل. لو حبينا معلش نقول ان القرار ده جه في ظل ازمه كورونا. نعم. ومش القرار ده بس، يعني في اربع قرارات في ظل هذا الوباء اللي ربنا يزيله عن العالم كله يا رب. جميل. صدروا من أبريل 2020 لغاية 29/12، فبمعنى أن الدنيا كلها كانت واقفة، الطاقة بتاعت التشغيل في أي مكان كانت قليلة، ورغم كده أن معالي رئيس الوزراء بتوجيهات فخامة الرئيس والناس المعاونين واللجنة الرئيسية واللجنة الفنية المسرعة لم يتوقفوا عن العمل، فهذا محسوب لهم بكل خير وهذا جميل يعني. طيب تسمح لي قدسك، وانا اعلم عنك يا ابونا ميخائيل ان انت يعني جريء وشجاع جدا في احاديثك، هل ال 1800 كنيسه التي صدر قرار من لجنه تقنين اوضاع كنائس بمجلس الوزراء ليها، هل تم فعليا افتتاح هذه الكنائس ومزاوله صلوات يعني الصلوات الروحيه فيها، ولا في جاب او فرق ما بين ما يصدر وما يفتح او ما يتم يعني فتحه على ارض الواقع؟ لا، وانا بس حابب اوضح معلومه صغيره، هم ال 1800 كنيسه اصلا ما فيهمش مشاكل في الصلاه فيهم. هم لم يتوقف في الكنيسه فيهم. لكن هو تقنين اوضاعهم يعني بياخدوا وضع رسمي من قبل الدوله. بالظبط. لان هو اصلا بيشترط على تقديم للملفات الكنائس ان يكون الكنائس بتقام فيها الشعائر الدينيه من قبل القانون في 2016، فدول اوريدي في لجميع الطوائف، مفيش كنيسه ما مقفوله، ده الكنائس اتعينت اصلا واوراقها ومستنداتها بس احنا كنا بنشهد يا ابونا، وبتحديدا في الصعيد. نعم. في المنيا وغيرها، وفي اسيوط وفي سوهاج، كنايس من ضمن القائمه لتقنين اوضاعها وبتبقى مغلقه بدواعي امنيه لعدم وجود تصريح للصلاه. يعني هنفرق بين حاجتين. اتفضل. ما بين اللي اتقنن وده اوريدي مفتوح، واللي لم يقنن ربما يكون في بعد ما قدمنا في 2016 على بعض الكنائس او المباني ربما حصل اي نوع من انواع الغلق الامني او كلام من ده، ولكن لم نتطرق اليه في التقنين حتى الان يعني، واحنا لسه ما جالناش باي زي يقول اي ما نزلش في الجرايد الرسميه او كده، فكل اللي ال 1800 اوكي دول بيقوم فيهم الصلاه. ربما الحالات اللي حضرتك بتقول عليها دي مش ممكن تكون متقدم عنها، لكن لسه لم يصدر قرار بتقنينها.
طيب، وهل النقطة اللي كان نعم دايما بتبقى واقفة حائط صد، وكنت عملت مع قدسك مداخلة من فترة كنا اتكلمنا عليها، الاشتراطات التأمينية في تأمين الكنائس، مش التأمينات اللي هو الدور اشتراطات الحماية المدنية. الحماية المدنية بالظبط كده، دي دايما كانت طيب. بتقف عائق، لأن كانت الدولة بتشترط من الكنائس قبل أن يتم فتحها وتقنين أوضاعها أن تلتزم أو تكون مستوفاة اشتراطات الحماية المدنية، ودي برضو كانت بتعمل لنا مشكلة. على من اشتراطات الحماية المدنية؟ على كنائس ولا على الدولة؟ فهل هذه المشكلة حلت ولا لسه ما زالت قائمة في الكنائس اللي بيتم تقنين أوضاعها؟ هو بص حضرتك، هو المفروض بعد صدور قرار بالتقنينة ونزولها في الجريدة الرسمية، المفروض إن الكنائس بالتعاون مع الدولة إن هي تحط اشتراطات للحماية المدنية. بمعنى إيه؟ أول حاجة قدسة البابا تيودروس ربنا يديله الصحة يا رب، أمين. كان تملي يشدد على ان نسبه اعلى نسبه من الامان لكنائسنا ومبانينا ان هي تكون موجوده، لكن صدر بعض القرارات من الحكومه شويه كان فيها صعوبات، وفي حاجات شويه فيها استحاله لتنفيذ هذه الاشتراطات. لكن في احد الجلسات مع معالي رئيس الوزراء قدمت زي بعض الحاجات اللي فيها عائق تماما، يعني زي مثلا مكشفات الدخان دي، مش هينفع يبقى في مكشف دخان في الكنيسه، واساسا ان يكون ابونا بيصلي بالشوريه، كل ما الشوريه بتبقى مولعه الجهاز بتاع مكشفات الدخان ده طبعا هيشتغل، هيرش ميه وحاجات زي كده. طبعا طبعا يعني طبعا، حاجات كده، يعني حاجات والشموع نفسها زي اللي في عرض الهيكل الشارع يبونه برضو، ما دي بتولد بالظبط حرارة بالظبط. ممكن تشغل الأجهزة ديت. بالظبط. وبعد كان اشتراطات بالنسبه للدهانات كده. ف بطريقه مبسطه عرضت على معاليه في اللجنه الوزاريه وبعض العوائق ديت، والحقيقه يعني معاليه تفهم لهذا، وكان في مناقشه جميله، ويعني قال لي نتقدم بالحاجات اللي هي فيها استحاله في تنفيذها لايجاد البديل. وبالفعل يعني كان في مقاطعة مع الآباء المطارنة والأسقفة، وعملنا زي ما نقول حصر ولسه بنستكمله للحاجات اللي هي مش قادرين لتنفيذها طيب من كويس اشتراطات الحماية المدنية، كويس. وتقدمت لمعالي رئيس الوزراء وبتدرس يعني. اتفضل. طيب اخر سؤال ليك يا ابونا ميخائيل عشان ما تقولش قدسك، يعني انت برضو لسه اكيد يعني عايش مع اسرتك والاحباء في اجواء اعياد الميلاد. السؤال الاخير هو، احنا وصلنا النهارده 1800 كنيسه مقارنه اوضاعهم، احنا توتالي بالضبط 2670 اي ثينك، يعني احنا عدينا ال 50% من عدد الكنائس المطلوب تقنين اوضاعها، مش كده؟ بنقترب شويه للعدد اللي هو يعني ممكن نقول 60% من النسبة، عندنا لسه لحد عشان نوصل 2670 كنيسة عدد تاني. هل شايف قدسك في البلان يعني خلال قد ايه هيتم تقنين اوضاعها؟ مثلا هياخدوا سنة سنتين اقل اكتر؟ أو الرقم ده اعتقد، او طبعا انا مش قصادي داتا واحنا بنتكلم، لكن الرقم ده اعتقد مش قريب يعني اكتر. قوي من القصه، ما لكن اعتقد القائمة مفتوحة، لان اقدر. في كنائس تانية بتتضمن ان هي بتطلب تقنين اوضاعها، يعني الرقم ده كان لا ممكن. لا 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 لا، هو معلش انا اسف، تفضل. هو القانون منح مهله شهر سنه من صدوره، يعني من 27/9/16 ل 27/9/17 تتقدم باسماء الكنائس والمباني. بعد كده بقى بتستكمل الاوراق، انما ما بتقدرش تضيف كنيس كنيسه او جديد. مبنى تمام. طب احنا تاني، توتال انت الكنائس، ربما توتال تكون الكنائس الموجوده فيك في او القائمه كده. قد ايه تسابونا؟ ما انا مش معايا داتا دلوقتي للسؤال ده وقتي. طيب يعني اقصد احنا فين؟ يعني احنا نقترب شويه للنهايه ولا في منتصف الطريق ولا لسه بدري؟ يعني بنقترب شوية للأرقام كويسة، وبنأمل إن في الفترة اللي جاية يكون في إنجاز. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، إن لما نقول 2400 أثناء الكورونا ونقول إن مثلا في عام 2020 كنا 478 كنيسة، فدي حاجة أنا بتهيألي هايلة. طبعا في فرق. يعني أساسا الكورونا دي بادئة معانا من مارس أفتكر يعني. مظبوط مظبوط. فلما نوصل 478 لجميع الكنائس، لجميع الدوائر
حاجة كويسة ل 2020 يعني. مظبوط. عموما يعني حتى لو بنسير في الطريق الصحيح بشكل بطيء اهو برضه احنا ماشيين في الطريق الصحيح، ولو بنمشي بشكل معدل طبيعي فاحنا الحمد لله نشكر ربنا، ولو بنمشي بسرعه فده شيء امر جيد، لان الناس مش طالبه اكتر من ان هي تصلي وبشكل رسمي ومقنن من قبل الدوله. في الاخر انا بشكر جدا قدسك على مجهودك داخل اللجنه، ونطلب ان شاء الله صلوات وتعضيد الكنيسه لان شاء الله يعني اتمام هذه الكنائس في تقنين اوضاحها، وتفتح لسائر الشعب القبطي في إقامة الصلوات بشكل رسمي ومقنن وموافق عليه من قبل الدولة المصرية. شكرا جدا لقدسك أبونا ميخائيل أنطوان، كاهن أحد إبرشياتنا بالقاهرة، وأيضا ممثل لجنة ممثل الكنيسة القبطية في لجنة تقنين أوضاع الكنائس بمجلس الوزراء.